حلوه اسمها اسكندر. قول لنا بقى انت جيتي النهارده كنت حريصه ان انت تشاركي في الانتخابات ليه؟ عايزه اثبت ان انا ليا وجود وليا راي وليا حق الاختيار، وعايزه اثبت ان بلدي متقدمه وفيها ديمقراطيه وفيها كل حاجه كويسه. مبسوطه النهارده ان انت نزلت انتخابات؟ جدا جدا، انا شخصيا ما بنزلش خالص بس برضه النهارده قررت ان انا هنزل. شكرا ليكي. شكرا.